فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الالتفات يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة، ثم يمينا وشمالا عند قول حي على الفلاح؟ نعم، هو الالتفات عند الحيالتين، عند الحيالتين، عند حي على الصلاة وعند حي على الفلاح. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.